أسرار شرق أوسطية. اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية، مباشرة بعد الرسالة الثانية، الأولى للمتقاعدين والثانية للعاملين وبأسماء مستعارة في الجيش الفرنسي. وهذه الرسالة موجهة مباشرة إلى الرئيس ماكرون. أصبح هناك شيئا جديدا، هو تنظيم الصاعقة أو كاكا حسب التعبيرات التي تستخدمها الاستخبارات الأجنبية، لأن هناك تقييم سريع للمخابرات الروسية بصعوبة التعامل ما بين الجيش الآن وما بين ماكرون، خصوصا وأن تفاهمات غير واضحة ما بين الجيش وما بين وزارة الدفاع فلورنس بارلي، وأيضا بين رئاسة الأركان التي تريد دفع الضباط، دفع الجنود والضباط الذين لديهم مثل هذا التوجه إلى تقديم الاستقالة، وما بين الإقالة وما بين الاستقالة وما بين التعليق وما بين العقوبة، أصبح هناك صعوبة في إدارة مثل هذه العملية. ثاني مسألة، فإن الرسالة التي وجهت إلى ماكرون على أساس حرية التعبير أصبح واضحا جدا بالنسبة لرئيس الأركان عندما قال بالحرف عدم الوصول هؤلاء الجنود إلى مواقف سياسية واضحة يمكن أن يكون لديها تأثير على الساحة السياسية. لذلك فالأمور بالنسبة لتطورات علاقة الجيش والجنرالات ومجتمع الجنرالات بماكرون وبالرئاسة المدنية أصبحت صعبة للغاية، خصوصا وأن هناك من يدعو إلى تطهير الجيش في صفوف اليسار. إذا المشكل كما قلناه في فيديوهات سابقة، هناك مشكلة مع اليسار في الرسالة الأولى، وكان هناك مباشرة انتقاد شرس لما يسمى باليسار وبالنزعة اليسارية التي حولت الدولة إلى مجرد رهينة. كان هذا هو الهدف الأساسي من الرسالة الأولى. الرسالة الثانية كانت موجهة إلى الإسلاميزم، إلى ما يسمى بهذه المنظمات، وكل ما عدا ذلك ما بين اليسار أو الجوشيسم أو اليسراوية وما بين الإسلاميزم أو الإسلاموية أصبح هناك صعوبة كبيرة في إدارة هذه العملية، خصوصا بعد تصريح رجل يسار جون لوك ميلانشون. وجدنا أن هناك تعبير ناضج حول مفهوم تطهير الجيش، وما بين تطهير الدولة من اليسار ومن الإسلاميين والإسلامويين على العموم في المجتمع، تطهير الدولة من اليسار وتطهير المجتمع الفرنسي من الإسلاميزم أو الإسلاموية. بعد هذه القفزة في الحديث والتعبير ومن ثم الوصول إلى أهم خلاصة تتمثل في الصاعقة، قوات الصاعقة أو ما يسمى كاكا أو هذا التنظيم الجديد الذي أصبح من داخل الجيش، وأصبح تطهير الجيش ضرورة من قوات الصاعقة أو ما يسمى بالتنظيم السري. اليوم فيه تنظيم سري في الجيش الفرنسي يحمل على أنه باستخدامات عديدة، لكن المخابرات الروسية تعتقد بوجوده تماما، وأنجزت بحثا كاملا حول هذه الأسماء سلمت إلى المخابرات الفرنسية دعما لماكرون من جهة. وعندما تدخل بوتين إلى هذه الدرجة في الشأن الفرنسي، رفض ماكرون مثل هذه الدعوة ورفض أي إجراء يخص الجيش انطلاقا من تعاون مخابرات أجنبية. إذن كانت هذه اللقطة الأولى، المشهد الأول. المشهد الثاني هو علاقة فلورنس بارلي بوزارة الدفاع. الكل يتمسك خصوصا بالنسبة لإدارة ماكرون ببارلي، بفلورنس بارلي وزيرة دفاعه، وما بين من يعتقد أن وزارة الدفاع وما بعد لودريان، لأن وزير الخارجية الحالي كان هو وزير الدفاع السابق لودريان، وبعدها كانت فلورنس بارلي. الاثنان معا ضغطا على الجيش من أجل أداء خدمات مباشرة سياسية، أو أصبح ما يسمى بالبوليتيزاسيون، حجم التسييس مرتفع جدا بالنسبة لقرارات وزير الدفاع.
قرارات وزير الدفاع السابق أو وزير الدفاع الحالية أهم فيهم أن هناك تسييس عالم لحرفية الجيش ولمهنية الجيش، ولذلك فهذا التسييس الذي قاده من لودريون وإلى الآن ومنذ بداية عملية براخان مع هولوند وبعد إعطاء وجه للسياسة الدولية والسياسة الداخلية، فالعملية أصبحت مكشوفة للغاية نحو دور سياسي للجيش. ببساطة لا يمكن لهذا الجيش أن يؤدي جميع مهامه ويصنع الثروة من أفريقيا ويقوم بجميع المهام ويصنع استراتيجية، والسياسة الداخلية محروم منها ولا يؤثر وليس لديه أي تأثير من أي كان. إذن هذا صعب جدا، لذلك فإعادة تسوية التفاهمات ما بين الجيش خصوصا بعد عملياته في الخارج وما بين السياسة الداخلية، هذا الذي جعل من تسييس الجيش وشؤون الجيش أصبح كبيرا ويثير الضباط والجنرالات. أهم من تنظيم الصاعقة أو كاكا أو هذا التنظيم السري الذي يحاول الآن ماكرون أن يصل إلى كل ما فيه، خصوصا أن هناك أكثر من 3700 من الذين حملوا أسماء مستعارة بالنسبة لتوقيع الرسالة الثانية. هؤلاء 3700 توقيع كلها أنجزت عن طريق مخابرات الداخل، مخابرات الداخلية، وعبر مختبرات تابعة لوزارة الداخلية من أجل استكشاف الخطوط. الفضيحة الأساسية بالنسبة للجميع هو نقل هذه التوقيعات وبدون إذن قضائي ولا قانوني. أراد ماكرون أن يعرف من هم الضباط الذين وقعوا بأسمائهم الحقيقية ومعرفة ما هو الاسم الحقيقي للاسم المستعار، وهذا كان بمثابة إشكال حقيقي وأزمة داخل الاستابليشمنت الفرنسي، داخل المؤسسة الفرنسية. إذن كانت هذه النقطة الأولى التي فجرت الوضع ودفعت إلى معرفة أن هناك تنظيم اسمه الصاعقة أو كاكا. إذن هذه النقطة التي جلبت من هم الضباط في هذا التنظيم، والمخابرات التي أصبحت تحت قيادة وزارة الدفاع اليوم برناريميه واستخبارات الخارجية كلها أصبحت تابعة لوزارة الدفاع. وعندما أصبحت هذه المخابرات لوزارة الدفاع أصبحت كأداة ذراع مباشرة ضد هؤلاء الجنرالات الموقعين وضد الضباط. وفصل المخابرات الخارجية الفرنسية عن وزارة الدفاع تعد بمثابة الخطوة الرئيسة التي يجب أن ينفذها الرئيس ماكرون، وإلا كان فعلا ماكرون كآخر رئيس. إن لم يفصل ما بين وزارة الدفاع والعودة إلى استقلالية الاستخبارات الخارجية، فإن الأوضاع كلها ستذهب باتجاه التسييس المباشر، ونظرة الجنرالات إلى مثل هذه الاستخبارات كجزء من اختراق المجتمع الفرنسي والتأثير على سياساته. لأن من الطبيعي جدا أن تكون وزارة الدفاع بمخابرات خارجية، القرار الخارجي كله والدبلوماسية كلها تحت إدارة الجندي والضابط ووزارة الدفاع الفرنسية. إن كان هذا هو الوضع فمن الصعب جدا أن نقول أن هناك أولا تمايز ما بين المؤسسات أو فصل السلطات أو فصل السلطة الاستخبارية عن السلطة الميدانية، وهذا كله صعب جدا قبوله الآن. لذلك فإن الدعوة المباشرة لفصل المخابرات الخارجية عن وزارة الدفاع هي النقطة الثانية ما بعد التحكم ومعرفة 3700
اسم مستعار يقود كاكا أو الصاعقة أو الانقلابيين أو المؤسسة من داخل المؤسسة أو الدولة من داخل الدولة أو جماعة الدولة أو غيرها من جميع الاصطلاحات التي يتداول حولها المراقبون، وأيضا التقارير الدولية التي تعتقد بأن الحالة اليوم في فرنسا حالة صعبة للغاية لوجود تنظيم سري من داخل الجيش الفرنسي. إذن النقطة الثانية هي أن هذا التنظيم السري أصبح فوق المخابرات أو مخابرات الخارجية الفرنسية لبرنار إيميه، لذلك فالتأثير المباشر على وزارة الدفاع أصبح واضحا وإشكاليا للغاية. إذن هذه هي النقطة الرئيسة الثانية التي يمكن نقاشها. المسألة الثالثة هو التصعيد الذي أحدثه اليسار خصوصا عبر زعيمه الذي أكد بشكل واضح على تطهير الجيش للحفاظ على النظام السياسي، فأصبح هناك صراع حقيقي ما بين النظام السياسي وما بين الجيش، فالجيش يشكك في هذا النظام ويقول أن ما بعد الحرب الأهلية المنتظرة لن يقف الجيش إلى جانب هذا النظام. وبالنسبة لقائد اليسار الفرنسي فهو يرى أن من الطبيعي أن يكون هناك تطهير داخل الجيش لجعل الجيش يخدم النظام السياسي وليس العكس ولا يهدده، بل إن الجيش الآن يستطيع اصطناع حرب أهلية أو تطوير حالة من الحالات التي يعرفها المجتمع الفرنسي كحالة السترات أو غيرها، وفي هذه القفزة قد يعطي الوضع شيئا آخر هو الذي نتحدث عنه تماما، هو انقلاب، هو تجاوز النظام السياسي الحالي واستدعاء نظام جديد وجمهورية جديدة في المستقبل القريب. لذلك فيمكن في هذه الحالة وأمام التطورات الجارية أن يكون ماكرون هو آخر رئيس على الأقل حسب هذا التنظيم، تنظيم الصاعقة، تنظيم كاكا، التنظيم السري، غير ذلك من الاصطلاحات. كل ما يجري هو أن هناك رغبة المخابرات الفرنسية في الوصول إلى كل الأسماء التي وقعت الأسماء المستعارة التي وقعت على الرسالة الثانية، ومجرد إنجاز مثل هذا سيكون عليهم، على هؤلاء الجنود والضباط، أن يقدموا استقالاتهم على الأقل حسب رئيس الأركان. أما بالنسبة لهم فيجب أن يحافظوا ويريدون الحفاظ على مواقعهم ويرفضوا بشكل كامل ما قام به ماكرون من أجل معرفة التوقيعات الجارية ما هي وما حدود صحتها وانتسابها للضباط المحددين. وبالنسبة للإجراءات التي جرت لهذه المخابرات التابعة لوزارة الدفاع، فإن المخابرات الخارجية أصبحت ذراعا مباشرا لوزارة الدفاع ولفرانس بارلي، وليس بأي حال لما يسمى بالإستابليشمنت الفرنسي. وهذا يفيد من جهتين أننا أمام الرغبة لجنود للصاعقة في الوصول إلى حالة انقلابية على النظام السياسي الحالي، خصوصا وأن الرسالة الثانية كانت واضحة بشأن المرور عبر حرب أهلية ومستقبلا بالنسبة إليهم لا بد من حرب أهلية، وبعد الحرب الأهلية سيكون نظاما سياسيا جديدا. فكأنهم يقولون للشعب الفرنسي عليكم بالمرور عبر هذه الحرب وبالضرورة أن تمروا عبرها من أجل الوصول إلى نظام سياسي يتجاوز النظام السياسي الحالي. وهذا ما يفيد أن الجيش بطريقة أو بأخرى يدفع مناصريه من اليمين المتطرف إلى إعلان العصيان أو الحرب الأهلية المباشرة من أجل الوصول إلى أهداف يرغب فيها اليمين المتطرف انطلاقا من الجيش، والجيش يرغب في أن يكون اليمين المتطرف ليس إلا ذراعا سياسيا مجتمعيا يعمل عليه الجيش من أجل اختراق هذا المجتمع وتجاوز ما هو مسطر سابقا كأحد الأولويات أو كأحد الأولويات. وهذه هي نفس ما يعلق عليه الجنرالات بقولهم في الصورة الأولى في الرسالة الأولى مع المتقاعدين،
بأن العاملين لديهم نفس ما لدى المتقاعدين، والآن ليس هناك تهميش للمتقاعدين، سنجد أمامنا جيشا عاملا يساند الرسالة الأولى ويساند المتقاعدين، وفي نفس الوقت هناك لوبان التي تدعم هذا النزوع اليميني في الجيش وفي داخل المؤسسات من أجل الوصول إلى الرئاسة. وهنا نطرح السؤال، هل الخيار اليوم أمام الجيش العامل وليس المتقاعد، أمام الجيش العامل هو إيصال لوبان إلى الإليزي، أم أن لديه الخيار بالنسبة للحرب الأهلية هو يعتقد أن الأمر لن يكون مؤثرا في حال وصول لوبان أو غيرها؟ الذي يطلبه هو المرور عبر حرب أهلية، وعبر هذا المرور وحده يمكن تغيير النظام السياسي الفرنسي، وهذا ما يفيد أن هناك رغبة في أن يكون ماكرون هو آخر رئيس. ولذلك فاستعجال الانتخابات الرئاسية الآن يعد أحد الأولويات التي يطرحها الآن ماكرون مع المخابرات الخارجية ومع المخابرات الداخلية من أجل تجاوز وامتصاص هذه الدعوة لكاكا أو لهذا التنظيم الذي أصبح عنقوديا في الجيش الفرنسي. لذلك فانتخابات الآن مبكرة قد تكون لديها مفعول أكبر، رغم أن الفارق إلى حدود اللحظة ما بين ماكرون وما بين عدم التجديد له هو رهان بدهي في نظر الكثيرين، وهذا ما يعطي مباشرة أننا أمام رغبة في إيصال لوبان، ولكن لأن اليمين يرغب في تجاوز أيضا لوبان والدفع باتجاه حرب أهلية لتغيير النظام السياسي بشكل كامل، هذا الذي يجعل التطرف داخل الجيش قد يدفع إلى أن يكون ماكرون هو آخر رئيس على الأقل حسب الاستخبارات الروسية والبلجيكية وأيضا الإسبانية التي تخاف من مثل هذا الخيار، والأمريكية التي لا ترى إلا أن الديمقراطية الفرنسية يمكن أن تستوعب مثل هؤلاء المتقاعدين وآراءهم، وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. وما بين النظرتين نجد أن هناك فعلا قفزة وطفرة حادثة اليوم في فرنسا بطريقة قد تجعل ماكرون هو آخر رئيس كما يرغب فيه ما يسمى بالتنظيم السري داخل الجيش الفرنسي المسمى الصاعقة أو كاكا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.